في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الفترة اللي فاتت ولسه مستمرة فيها. هنروح مع حضراتكم لمحافظة قنا ونشوف زميلنا أحمد الأفيوني مراسل إكسترا نيوز اللي هيكلمنا عن مشروع تبطين الترع في قنا. من محافظة قنا، واحدة من أهم محافظات صعيد مصر والتي ينفذ بها المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، كونها محافظة زراعية من الطراز الأول، تصل مساحة جملة الأراضي الزراعية بها إلى ما يقرب من 375 ألف فدان، وتتصدر محافظة قنا عدة زراعات استراتيجية، لعل أبرز هذه الزراعات زراعة محصول قصب السكر، والتي تعد محافظة قنا المحافظة الأولى على مستوى محافظات الجمهورية في إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي الهام، فضلا عن زراعات أخرى مثل القمح والشعير والفاكهة بمختلف أنواعها. أتواجد الآن تحديدا من أمام ترعة قرية الصلاحية، واحدة من ضمن 172 ترعة ومصرف بمختلف قرى المحافظة، والتي استهدفها المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف بمحافظة قنا، والتي تخدم بطبيعتها مساحة 135,198 فدان بإجمالي أطوال 605 كيلو متر، بتكلفة مالية قد تصل إلى 2 مليار و113 مليون جنيه. إذا ما تحدثنا عن حجم الإنجاز الحقيقي الذي بالفعل حدث هنا على أرض الواقع، ما تم إنجازه حتى الآن من هذا المشروع القومي تبطين 228 كيلو متر بنسبة تنفيذ بلغت 48% من إجمالي المستهدف هنا من تبطين هذه الترع. وبالطبع أسهم مشروع تبطين الترع والمصارف هنا في محافظة قنا في دعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال توفير كمية كبيرة من المياه المهدرة والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين نتيجة إشغال الطرق بمخلفات التطهير، ومن ثم توفير الميزانية الدورية لأعمال التطهير التي كانت تتم هنا في هذه الترع، ونظافة مياه سقي الزرع وسلامتها من التلوث، وحماية المواطنين من الحشرات والزواحف الضارة نتيجة تلوث مياه الترع، فضلا عن إضفاء منظر حضاري وجمالي في قرى محافظة قنا. المشروع هنا يخدم الآلاف من المزارعين في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا، ومن خلال توفير مياه الري النظيف التي كانت تهدر بكميات كبيرة في سنوات سابقة، لكن الوضع هنا قد تغير تماما مع توفير المياه ووصولها لنهايات الترع والمصارف، مما ساهم في توفير هذه المياه بكميات كبيرة. إذن نحن أعزائي المشاهدين نتحدث عن مشروع قومي هام ساهم بدوره في توفير المياه النظيفة لمنظومة الري هنا في محافظة قنا، وبالتالي سوف يعود بالنفع على أكثر من 375 ألف فدان بقرى محافظة قنا منزرعة بجميع المحاصيل الاستراتيجية الهامة. إذن كانت هذه الإطلالة السريعة من مشروع من مشروعات الدولة هنا التي نفذتها على أرض محافظات جنوب صعيد مصر، على أرض محافظة قنا، مشروع تبطين الترع والمصارف. وعودة بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى لزملائي في الاستوديو.